خلينا نبلش نفكر شو بدنا نعمل سوا وشو نخطط، لأنه ما معنا وقت كتير. يلا أرتي تفضلي. يلا براشانت. أخيرا اللي فكرت فيه واللي خططت له رح يصير بهالليلة. هلا الشيء اللي فكرت فيه انه يصير بهالليله انه تخلوا التزيين علي وانتم بس تتاكدوا انه ما يكونوا بالبيت، يعني شيء 3-4 ساعات. ماشي اتفقنا. 30 سنه مع بعض مو شغله عاديه، مشان هيك الحفله لازم تكون حلوه، لازم تكون رومانسيه. بلكي منقدر نرجعهم لايام زمان وذكريات زمان. عن جد انت معك حق ياش. بتعرف شو؟ قبل ما يتزوجوا اهلي بابا وماما كانوا، بابا كان يلبس طقم بثلاث قطع بالصيف، وماما كانت تلبس توب هندي كمان. وبكل مره بابا كان ياخذ ماما بموعد كانوا يشوفوا فيلم رومانسي بالسينما، وبعدين كانوا يتعشوا بالمطعم بعد الفيلم. عن جد كتير رومانسي بهداك الوقت. شي حلو. عن جد انت بتعرف شغلات كتير عنهم، حتى آرتي ما حكت لي هاي الشغلات عنه. ايه آرتي كيف بدها تعرف هالشي؟ هي اجت على العيلة بعد هذا الوقت، اما انا صار لي معهم زمن منيح كتير، بعرفهم من زمان، يعني قصدي من لما هن سكنوا بهذا البيت تبعهم. ماشي، هلا نحن خططنا لكل شيء، بس شو رح نعمل؟ قصدي اليوم يعني. انت روح على البيت وانا بشتري لبابا وماما بطاقات السينما مشان يحضروا الفيلم، وبعدين بروح مع آرتي على السوق منجيب اغراض. لا انا قصدي يعني انا وياش مننزل على السوق منجيب الاغراض، روح انت واهلي واحضروا الفيلم، هالشي بيخلي الحفلة تكون مفاجأة وما بيحسوا عشي. قصدي بركي رجعوا على البيت بكير قبل ما نخلص، مشان هيك ضروري يكون في حدا بالسينما معه. آرتي معها حق بهاي الفكرة، لازم نعمل هالشي. الليلة عنا حفلة وكتير مهمة. اسمع ليك، اعمل هي بعدين، اول شي زبط البرادي هيك، ليك كيف؟ سوي التانية. استاذ انا بدي فيش كهرباء. يلا. الكهرباء بدها الزينة، قصدي مشان يكملوا شغلهم بدنا كهرباء. شو؟ لا 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 لا، الزينة 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 بدها فيهاش كهرباء. أنا آسف آرتي، في عنا فيهاش كهرباء؟ أعطيني إياهم. إيه طيب أنا بجيبهم. آرتي؟
هذا الألبوم فيه صور عرسي أنا وبرشانتي. يا ربي بركي هلأ شافهم ياش. لك آسف ياش، بس رجاء لا تشوف الصور. بس ليش آرتي؟ في صور أنت وصغيرة. خليني أقول لك شيء آرتي، إن عيونك فيهم سحر خاص، بريئين مثل أنت وصغيرة. هاتي لشوف. لو سمحت ياش، لأنه في شغلات من الماضي تبعي وأنا ما بدي أتذكرهم هلأ ولا حتى أشوفهم. أنا آسفة بس ما فيني خليك تشوفهم. مو مشكلة آرتي، أنا ما بحب أني شوفك متضايقة من شيء أبدا. خلص مثل ما بدك. آرتي، فيني أخذ فياش الكهرباء على الأقل؟ شكرا. انت ما عملت شي غلط ابدا ياش، بالحقيقة انا اللي عملت شي انت بتكرهه. انت بتكره الكذب كتير ولسه ما بتعرف اني لهلأ عم خبي عنك الحقيقة. انا آسفة. ايوه، بس وين الجماعة أصحاب الحفلة؟ معقول ما يكونوا معنا فيها؟ ليكو براشانت راح مشان يجيبهم. ايه بابا، براشانت هلأ رح يجي جايب معه عمو ساتيندرا وخالة شبهة، فممكن يوصلوا بأي لحظة. خلونا نتخبى بشي مكان بالبيت وبس يوصلوا منبين نحنا، وهيك منكون فاجأناهم يعني، مو هيك أخي ياش؟ ايه مزبوط. نخيلك يا ربي شو هالحكي، يعني كيف فينا نلاقي مكان نتخبى فيه كلنا بهذا البيت الصغير؟ يعني انتو عم تعملوا مثل المسرحية. بس اكيد الا ما نلاقي يعني مكان نتخبى فيه. لا تاكلوا هم. بظن انهم هلأ اجوا. آرتي رح تفتح الباب أول شي لماما وبابا، وبنفس اللحظة اللي بيوصلوا فيها وبيصيروا بنص الغرفة رح نستقبلهم بالورد ومنبارك لهم. ماشي؟ شو بنتي؟ ذكرتي وشي ولا رح تضلي تطلعي كأني شبح قدامك؟ انتي لهلأ ما مديتي ايدك لعمدك.
ولا قلتي لي تفضلي فوتي حتى. العمى انسي موضوع انه لازم تضيفيها شيء. نحن